الحمد لله، السلام عليكم. لإيجاد عمل بسرعة بإذن الله، وجلب الرزق بإذن الله، والقبول، وتوضح عندك الرؤية، يعني فتح البصيرة بإذن الله، وتيسير الأمور. وإذا كنت مقبل على عمل جديد إن شاء الله تيسر لك الأمور. من يداوم على هذه الآية 350 مرة يوميا يقولون بأن الله لن تكمل عليه 30 يوما حتى يجد عمل جديد، يعني من أراد أن يجد عمل جديد أو أراد أن ينتقل إلى المنزل أو أراد أن يدخل عليه الرزق بإذن الله والقبول كذلك، يداوم عليه هذه الآية سترى في الشاشة. بسم الله، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله وسيع عليم. هذه الآية تداوم عليها يوميا 350 مرة في أي وقت شئت بإذن الله، وسترى نتائجها بسرعة. هذا كل شيء، وأتمنى لكم الخير وإلى اللقاء.